أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم نفسي نفسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون مع حضراتكم اليوم في صحبة ضيفي الكريم الأستاذ أحمد ممدوح حمدني، مدرب التنمية البشرية، والذي يناقش معنا موضوع غاية في الأهمية، ألا وهو حب النفس. أرحب بضيفي الكريم أستاذ أحمد، أهلا أهلا بيك. ومرحبا بحضرتك، أهلا بيك أستاذ محمد. وإن شاء الله يا رب يعني تكون حلقة جميلة إن شاء الله يا فندم. وسعداء بوجود حضرتك معانا. أنا أسعد جدا، أنا برحب بحضرتك، برحب بكل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، وإن شاء الله تبقى حلقة مثمرة ونقدر نفيد الناس إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن إن شاء شاء الله الله. أستاذ أحمد، بداية كده حضرتك النهاردة موضوعنا أنا شايفه مهم جدا. تمام. حب النفس. حب النفس. حضرتك شايف هل كلنا يعني ايه حب يعني حب النفس يا دكتور احمد او استاذ احمد، هو الانانيه ولا ايه الموضوع؟ يعني ايه حب النفس؟ بص يا مستر محمد، هو الموضوع عايزين نبتدي من الاول خالص بتعريف بسيط جدا. تمام. للانانيه وحب النفس وايه الفرق بينهم. مبدئيا حب النفس مطلوب، لازم نحب نفسنا عشان نعرف نحب غيرنا. لكن الخيط الرفيع اللي بيفصل بين الحب النفس والانانيه هو ده اللي احنا لازم ناخد بالنا منه جدا. الرسول عليه الصلاه والسلام عن انس بن مالك وصانا صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، احب لاخيك ما تحب لنفسك. تمام تمام تمام. فانا عشان اقدر احب غيري لازم احب نفسي الاول. بس باخد بالي قوي من الحد الفاصل بين حب النفس وبين الانانيه. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. تمام تمام. صدق رسول الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا لازم دايما ابقى محافظ على دي قوي. هي حب النفس دي غريزه ربنا زرعها فينا كلنا. احنا لازم نحب نفسنا. تمام. بس احافظ ان انا ما اوصلهاش لدرجه الانانيه، لان انا دي صفه ذميمه ومشاكلها كبيره على الفرد وعلى المجتمع. تمام. طيب بوجه سؤالي للمشاهدين استاذ احمد، هل تشعر بحب النفس باستمرار؟ هل تشعر بحب النفس باستمرار؟ وارجع لحضرتك مره تاني. يعني عايز اقول لحضرتك انه حب النفس دي غريزه ربنا اودعها. تمام. في جميع خلقه. تمام. وده عشان نقدر ان احنا نحمي انفسنا ونستطيع ان نعيش وننجح ودايما نبقى طموحين وعندنا اهداف وعندنا طموحات وما نوقفش عند حته معينه. تمام جدا. لكن امتى نقول هذا الشخص اتقلب معاه شويه موضوع حب النفس او حب الذات الى انه اصبح اناني؟ تمام. ده امتى يا استاذ احمد؟ يعني احنا هنتكلم دلوقتي عن اسباب الانانيه، صح كده؟ انا فهمت السؤال. تمام تمام. يعني ايه؟ يعني هو النهارده انا بقول لحضرتك ربنا سبحانه وتعالى اودع فينا غريزه حب النفس. حلو قوي. عشان نقدر نحمي انفسنا ونخاف على نفسنا من المخاطر. دايما الشخص يبقى عاوز دايما يبقى في تفوق وتالق وعاوز يشوف نفسه حاجه كويسه جدا. تمام تمام. لكن ممكن ده ينقلب الى، يعني عارف حضرتك الشيء اللي هو بيقول ايه؟ يعني الحاجه بتتقلب لضدها. خلاص. هو ده احنا عاوزين نعرف امتى حب النفس ده يزيد عنده لدرجه انه يصبح شخص اناني. الشخص اللي زي ده ما بيحبش الخير ابدا لحد. هو بعيدا تماما عن ثواب الدنة ان انا عشان احب غيري لازم احب نفسي الاول وبعدين ابدا انقل الحب ده لغيري. تمام. فانا ببقى عايز كل حاجه لنفسي انا. تمام. بتمحور حوالين نفسي. يبقى هو تقريبا شبه اسم برنامجنا نفسي نفسي. بس هو لا، الموضوع مش كده. انا لازم يبقى دايما حاسس بغيري وبوزع مشاعري على اللي حواليا ويبقى في تبادل للافكار وللمصالح وللخبرات. ده مهم جدا. انا هبقى شخص اناني امتى؟ لو انا تجاهلت الاخر. سواء الاخر ده ابن، صديق، شخص، اي شخص ما تجاهلته وفكرت على مصلحتي الشخصيه فقط. تمام. نفسي اولا ومن بعد الطوفان زي ما بيقولوا. تمام. طيب يعني عايز حضرتك تقول ان انا برضو اعرف انه الشخص الاناني بيبقى ممكن نلاقي منه انواع. يعني طبعا. يعني على حد معرفتي يا استاذ احمد علماء النفس قسموهم ثلاث انواع. بالظبط. يعني احنا عندنا شخصيه انانيه نرجسيه، شخصيه انانيه سلبيه. تمام. وشخصيه انانيه اللي هي العدوانيه. تمام. استاذن حضرتك ناخدهم بالترتيب. اتفضل. هنتكلم على الشخصيه النرجسيه اولا. اللي هو بيبقى شبهناه بالطاووس. الطاووس بتشوف في الجنينه مثلا او في المكان اللي هو فيه شكله. تمام. جميل وريشه منفوش جدا وحاجه كده فخامه يعني. تمام. لكن ده منظر فقط. الطاووس بدون الريش ده اصبح بدون قيمه.
تمام. فالشخص الاناني النرجسي لا يستطيع ان يطير ولا هيشفع ولا هينفع في شيء. تمام. الشخص النرجسي بنشبهه بالتشبيه ده ليه؟ لان هو بيبقى في وهم النجاح او في وهم الوصول او في وهم الكبرياء اللي هو عنده ده. لو في اي لحظه ممكن يقع يختفي. تمام. اصبح انسان بدون قيمه. ده الشخص النرجسي اللي دايما نخليه في دماغنا بالطاووس اللي هو من غير الريش بتاعه او من غير النجاح الوهمي اللي رسمه لنفسه. شخص هلامي. شخص هلامي زي البالونه بالظبط. في اي وقت ممكن كل اللي هو متخيل ان هو فيه ده يروح منه على طول. طيب ده الشخص الاولاني. والشخصيه الانانيه السلبيه. بالنسبه للشخصيه الانانيه السلبيه، هي شخصيه ملهاش اي رد فعل تجاه اي موقف. ما بي يعني ما بيتبادلش مع الناس المواقف سواء الحلوه او الوحشه. هو بني ادم سلبي اناني. كل حاجه عايزها ليا انا. ما بتفاعلش مع الناس، وفي سلبيه تامه في كل العلاقات اللي بيني وبين الناس. ينقصنا الشخصيه الانانيه العدوانيه. العدوانيه دي اعوذ بالله منها، شخصيه خطيره جدا. تمام. الشخصيه دي دايما بيبقى فيها عدوان للاخر. دايما مصلحتي ثم ارتفان. دايما ممكن اوصل لدرجه ان انا بضر غيري. شخص حقود. حقود. انا ممكن اضر غيري عشان انا استفيد. وده ديننا واخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا والانسانيه عموما منع الكلام ده. ده يمكن ده حرام. اسمع الجنة. دايما ان هم يقولوا الشخص الاناني العدواني دايما يبص للاخرين على انه لا، المكانه اللي حضرتك فيها دي كانت من حقي. دي بتاعت انا. انت قاعد هنا ليه؟ ده مكاني. تمام. لا لا خالص. انت النهارده انا جايب استاذ احمد معايا ضيفي في الحلقه. لا ده ما كانش ينفع ان هو اللي يطلع، ده انا المفروض انا الضيف، يعني انا استحق الكلام ده. انا عندي خبره افضل منه. لا انت عندك عربيه ليه؟ انا المفروض انا يبقى انا توصل بقى الاصغر الاشياء. تمام. اللي انت عندك معاك موبايل نوعه كذا وانا ما معيش. الشخص اللي نفسه بيفكر كده يبدا بسرعه يخلي باله. بالظبط. انت رايح في طريق مش كويس. دي طب دي يعني هل الثلاث اشخاص او الثلاث انواع للشخصيه الانانيه اللي احنا قلناهم دول يا استاذ احمد بي بي يعني الثلاثه ليهم علاج، ولا الشخصيه العدوانيه دي يعني ملهاش علاج؟ يعني لما بتوصل لمرحله ان هو يبقى شخص عدواني اناني عدواني، هل ده ليه علاج ولا ملوش علاج؟ هو الحمد لله ربنا خلق الداء وخلق ليه الدواء. تمام. في كل حاجه في الحياه. تمام. فاحنا ممكن في مراحل الاولى اقدر الحقه بشويه حاجات تنميه بشريه، شويه حاجات تمارين معينه بتتعمل، ابدا ازرع غريزه معينه فيه، ابدا اوري له فوائد حب الناس وفوائد حب نفسه عن طريق الناس اللي حواليه. الكلام ده لو حطيت له فوائد دي، بس الكلام ده في اول الطريق. في اواخر الطريق الموضوع بيوصل خلاص دي عقده نفسيه بقى محتاجه اتوجه لاهل لاهل الاختصاص زي ما بنقول. دكتور نفساني بقى بنحتاج نقعد معاه ونتكلم ونفضفض ونقول، والدكتور بيبقى ليه طرقه بقى. يعني دي ده شق علاجي شويه انا بعيدا عنه، انا بتكلم من الناحيه الاداريه. طيب امتى برضو يعني هل الانانيه ليها مظاهر؟ يعني نقدر نتعرف بسهوله يعني نقدر نتعرف بسهوله على الشخص الاناني؟ طب استاذنك قبل ما نتعرف على الشخص الاناني نعرف اسباب الانانيه هي ايه الاول؟ اتفضل. الانانيه اسبابها بيجي دايما من الطفوله. يعني اغلب 90% او بنسبه كبيره من الناس اللي بيبقى شخص اناني بيبقى شاب شويه من الطفوله. في بعض التربيه، بعض اساليب التربيه الخاطئه هي اللي بتوصلنا للمرحله دي. منها ان الطفل او الطفله ما عندهاش قدوه حسنه في الاسره. تمام. لازم انا ابقى قدوه حسنه لمن حولي. انا كاب، انا بتكلم عليك كاب او حضرتك كام، لازم تبقي قدوه حسنه. تمام. او تبقى قدوه حسنه لاطفالك. قدوه حسنه بتعمل شخص ايجابي مع الناس، شخص بتحب نفسك وبتحب غيرك وبتحب المحيط اللي حواليك. تمام. ده من اهم الاسباب واولها التربيه الخاطئه للاطفال، عدم وجود قدوه حسنه. تمام. بعد كده القسوة على الابناء وتحقيرهم وضربهم سواء على انفراد، يعني انا بضرب طفل وبعنفه في اي موقف بيحصل منه قدامي او قدام حد، ودي اخطر برضه. فانا لازم اخلي بالي قوي وانا بتعامل مع طفلي ان في حاجات بعملها وانا مش واخد بالي بتوصله الحاجات لما يكبر انا اكيد مش هبقى حبيبها. التمييز كمان يا استاذ احمد، التمييز دي حاجه مهمه. التمييز بين الابناء ده صح جدا. ان انا اميز طفل عن طفل، ممكن يبقى قلبي ميال لطفل شويه عن التاني، معايا ثلاث اولاد مثلا او ثلاث بنات سي، مميل لحد شويه عن التاني. انا باخد من غير ما اشعر، من غير ما اخد بالي، ده بيزرع صفه الانانيه في الناس التانيه. طب اشمعنى اخويا متميز عني؟ ما انا برضو ده بابايا ودي مامتي. ناخد بالنا قوي من التمييز بين الاطفال. هتكافئ اطفالك، كافئ، يعني ادي دايما المكافاه على قد الفعل اللي هو عمله، وبرده عاقب. احنا العقاب مطلوب بس بعيد عن التمييز. في فيديو معانا حضرتك يا استاذ احمد
اتفضل. عن برضو حب النفس، هل هي بيودي بينا للطمع ولا ايه الاخبار؟ يعني نشوف ما هو وصل بيه الوضع ان هو دخل يعني ايه راي حضرتك في فيما شاهدته يا استاذ احمد؟ اللي احنا شفناه مع بعض دلوقتي دي حاجه بتقول ان انا حد عايز، ما صدقت لقيت فيه وسيله اوصل بيها لكل حاجه، سواء بشكل مشروع او غير مشروع. واحنا اللي شفناه ده كله طبعا غير مشروع. تمام. ان انا اخد حاجه مش من حقي. تمام. حاجه مش بتاعتي بدون وجه حق. دي طبعا انانيه. ده يعكس قد ايه الشخص اللي شفناه دلوقتي ده شخص اناني ووصولي، ما فكرش في الخسائر اللي هتيجي على الناس التانيه. تمام. من الانانيه اللي عملها بالظبط. يعني شفنا بدأ بشوكولاتايه صغيره ووصل، وبعدين وصل لمبالغ ماليه طائله. يعني من خزينه بسم الله ما شاء الله. يعني ما فكرش بقى في يعني انا المفروض افكر في ادق التفاصيل وانا بعيش حياتي. لا، هو عايز اقول لحضرتك يعني بص، ده حب النفس في البدايه ادى بيه في النهايه لانه يكون شخص يعني طماع. غير انه طماع كمان حضرتك، ده دخل في مشاكل تانية اكبر. يعني دخل في انه يعني هنا ده شيء، يعني دخلنا كمان في حرمانيه ودخلنا في سرقه. طبعا انت بدات تخالف بقى الاديان والعقائد. برافو عليك. يعني حب النفس والطمع ادى بيه لانه يكون شخص لص كمان. يعني تمام. يعني تمام. يعني اوقع نفسه في مشاكل اكبر من حب النفس ذاته. هي مراحل، هي مراحل. الشطاره بقى هنا، سواء لو انا حد مسؤول عن اسره. تمام. لازم ببقى واخد بالي قوي وانا بطلع اجيال صغيره، تكمله لكلامنا اللي كنا بنقوله قبل الفيديو عن اسباب الانانيه. ابقى واخد بالي جدا من النقط دي. انا عايز اشوف ابني ايه او بنتي ايه. تمام. لما تكبر انا عايز، يا ترى هقبل ان في وقت من الاوقات الاقي ابني حرامي؟ هسيبه اناني وازرع فيه الصفه الانانيه لحد ما يكبر واتفاجئ فجاه ان انا ربيت جيل او طلعت جيل غير مفيد وغير نافع ليا ولا لبلده ولا للمجتمع ولا للناس اللي حواليه؟ انا مش هرضى كده. تمام. في سبب كمان بس خطير مهم جدا عايز اقوله. اتفضل. ان انا لو عايز ازرع في طفلي حب النفس وحب الغير، في حاجتين بسرعه لازم نعملهم. ان انا دايما بخلق في البيت جو التعاون. هيشوفني بتعاون مع والدته وبتعاون معاه وهو بيتعاون مع اخته. روح التعاون بين افراد الاسره بتخلق في الطفل دايما حب الغير وحب المشاركه الايجابيه والتسامح ويا سلام حلو قوي لو احطه دايما في فرق عمل واحطه في حاجات للاطفال بتتعمل. يشتغلوا مع بعض في فرق وكده، يبقى عارف يعني ايه روح الفريق، يعني ايه احط ايدي في ايدي اللي جنبي عشان اوصل. ما ينفعش اوصل لوحدي. بالظبط. لوحدي مش هنجح. تمام. ده حلو قوي في التربيه للاطفال. دي اشياء مفيده جدا. تمام. طيب نرجع لحضرتك، قلت لي نقول الاسباب وبعدين نشوف المظاهر. امتى اقول الشخص ده اناني؟ يعني هل ده ليه مظاهر؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا ليه مظاهر. من اولوياتها، من اول المظاهر دي ايه؟ ان هو بتلاقيه شخص بيهتم بنفسه فقط. وبيهمل كل اللي حواليه ولا يفكر الا في نفسه. فانت بتتعامل معاه بتحسها. وهو في محيط عمله بتتحس. دايما انسان انا ومن بعدي الطوفان. انا اهم حاجه والباقي مش مهم. تمام. وفي اشخاص تانية بتعمل ايه؟ بتتلاعب. دي بعض صفات الشخص الاناني، بيتلاعب بالاخرين عشان يوصل لاهدافه ويوصل لاطماعه. بقى هنسميها اطماع مش اهداف لان هو شخص اناني. تمام. وفي بقى ناس بتعمل حاجه تانية، لما الاقي حد بيحتفظ باشياء مش مفيده ليه وممكن احتفاظه بيها يبوظها. فده اصبح شخص اناني. فانا عندي حاجه هتبوظ مني، طب ما انا هستخدمها اديها لغيري يستفيد بيها. لا كمان عارف استاذ احمد، بنلاقيه دايما متعصب طبعا لرايه افكاره، شايف ان هو دايما هو اللي صح. بنلاقيه دايما زي ما حضرتك يعني ذكرت سلفا انه شخص متكبر. خلاص كده. دايما يعني دايما بيبص لنفسه نظره ان هو الحد الكبير، هو الشخصيه اللي مفيش حق. عارف اللي هو بالبلدي، مفيش حد ولا قبلي ولا بعدي. اكيد. تمام. بنلاقيه ايضا برضو يعني ان هو دايما بيحب الظهور، بيحب الرياء. شخص مغرور. تمام. كل ده صحيح. عنده جشع مادي وطمع، ويمكن ده اللي شفناه في الفيديو مع بعض. الجشع والطمع المادي. يعني اعتقد دي كلها ايضا من مظاهر الانانيه يا استاذ احمد، ولا حضرتك بتؤيدني في ذلك؟ لا ده كلام صح. كلام صح جدا. كلام صح. كل حضرتك قلته كلام صح جدا. تمام. على فكره انا سهل جدا اتعرف الشخص الاناني. يعني صفات، لو جينا كلام على صفات الشخص الاناني اقدر اتعرف عليه بسرعه. بس مش عايز برضو ابقى انا بحكم على الناس بشكل غير صحيح غير من افعالهم. يعني تمام. الشخص الاناني من افعاله هتقدر تعرف انه شخص اناني. زي ما قلنا بيحتفظ بالاشياء كثيرا، ما بيساعدش الناس، ما بيحبش الخير للناس، دايما ممكن يخسر الناس عشان هو يكسب. وممكن هو يعني يولي دايما مصلحته عن مصلحه الناس. فانا بقدر اعرفه بسرعه. بس في حاجه بقى خطيره جدا. انا لو الشخص الاناني ده في محيط حياتي، لو شخص انا اجبرت ان انا اتعامل معاه،
اخويا وارد من اي حد مننا يبقى اخوه اناني، زوجته انانيه، ابنه اناني، بابا، يعني ممكن تفرض يفرض عليك شخص اناني تتعامل معاه في حياتك. الشخص ده هتعامل معاه ازاي؟ دي بتهيألي نقطة مهمة قوي جدا طبعا. دايما الشخص الاناني اللي قريب منك ده هتتعامل معاه مجبرا، فلازم تديله دايما مكاسب وتعرفه مكاسب الشيء اللي هو هيعمله. قول له حضرتك يعني لو اخو حضرتك مثلا او اخويا انا مثلا على المثال عايزه يساعدني في حاجة، هقول له ايه المكسب اللي هيرجع لك لما تعمل معاه الحاجة دي. هتلاقيه بيتحرك معاك، تمام، هتعرف تشغله وتحركه معاك. وفي دايما بوعودك معاه، دايما خليك وافي بالوعود بتاعتك اللي انت بتديها له، عشان احنا بنعمل كده ليه؟ عشان ما نفقدش الثقة، عشان اخد ثقة منه، اخليه يثق فيا. تمام. ولو وثق فيا الشخص الاناني ده هيبدا يتعامل معايا بشكل احسن، وانا ممكن ابدا اغير فيه بقى هو شخصيا، واحرك في حتة الانانية اللي عنده دي ابدا اصلحها واحدة واحدة. تمام. ودايما لازم برضو، دي نصيحة مهمة جدا، لازم ابقى صبور. الشخص الاناني اللي قريب مني ده انا شخص مش هينفع اخسره. فلازم ابقى صبور معاه. تمام. اصبر معاه على قد ما اقدر، واسمعه واحاول البي له احتياجاته في قدر الامكان عشان يثق فيا برضو. تمام. نقطة أخيرة في الحتة دي، إزاي أتعامل مع الناس القريبين الأنانيين اللي معايا في حياتي. لو الناس دي بقى هتبدأ تضرني وفي مشاكل كبيرة بيني وبينهم، ببدأ أحط خطوط فاصلة في العلاقات. هو أخويا بس بحط، أنا حاولت معاه مرة واتنين واديته ثقة ووريته مكاسب الحاجات اللي بيشتغلها معايا وكل الكلام ده، باجي في آخر مرحلة بقى بحط خطوط فاصلة للعلاقة بيني وبينه. أنت أخويا وكل حاجة وبنتعامل مع بعض كويس، بس في بعض المسائل فيها خطوط فاصلة ما بسيبهوش يعدي منها. تمام. طيب حضرتك، هرجع معاك معذرة يا أستاذ أحمد لما كنا بنتكلم في الأسباب عن الأنانية. حضرتك قلت لي أنه منذ الطفولة والتمييز والحاجات الكتيرة اللي حضرتك ذكرتها. طيب في سن المراهقة أحيانا إحنا ما بنلاقيش الطفل هو صغير أنه يعني ما بيبانش عليه لا مظاهر أنانية ولا أنه هو طفل أناني ولا حاجة. تمام. ولكن عند وصوله لسن المراهقة فبنحس أنه هو ممكن نلاقي مثلا يعني مثلا ام فبتقول انا ابني يعني بيبدو عليه علامات للانانيه وبقى يحب نفسه اكتر من الاول. تمام. وده ما كانش موجود قبل كده. خلاص. فعاوز اقول لحضرتك برضو الحته دي مهمه جدا، لانه هنا اعتقد انه الطفل بعد ما يبدا يكبر فبيلاقي نفسه يميل للاستقلاليه. تمام. السن طبعا مجرد ما عدينا السن الثانوي بناء الشخصيه، عاوز يحس بكيانه، عاوز يحس بذاته. تمام. فهل ده نقلق منه كلنا ولا ده عرض دي. ولا ده عرض ويزول بعد زوال فترة المراهقة دي مثلا؟ من الشك النفسي مش هقدر ارد عليها كويس. تمام. بس هنرد عليها من الشك من ناحية خبرتي انا التنمية البشرية. تمام. انا شخص ده ممكن يبقى فعلا الموضوع ده موضوع عرضي. انا في فترة عايز اعرف كل حاجة وعايز اكتسب كل الخبرات والمهارات، فببقى دؤوب شوية وعندي سرعة شوية في اللي انا عايز اعرف المعلومة واخدها، فدي ممكن تبان انها انانية. تمام. انا دوري كأم مثلا او كأب بتعامل مع ده ازاي؟ بقعد مع طفلي زي ما قلنا، بقعد مع الشاب ده، ما بقاش طفل خلاص دلوقتي، بقعد مع الشاب ده اسمعه وابدا اتكلم معاه شويه عن الانانيه، اعرفه الانانيه مخاطرها ايه وهتوديه لفين، واعرفه المكاسب من حب الناس وحبه لنفسه واداره الكلام ده، يعني اوريه له الخيط الفاصل ما بين حب النفس وبين الانانيه. ده دوري انا. تمام. دوري كرب اسره، سواء اب او ام، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ده دوري ان انا اوجه وراقب واخطط للشخص اللي زي كده، وان شاء الله يبقى في نتائج كويسه. فهو الحوار لا بديل عن الحوار، واشركه في العاب. تمام. جماعيه في السن ده، اشركه في حاجات مفيده تعلمه للعمل الجماعي. طيب استاذ احمد، برضو عاوزين نقول الانانيه يا ترى موجوده عند بني البشر بس الانسان، ام موجود عند الانسان والحيوان؟ وفي يعني فريق الاعداد مجهز لنا الحقيقه فيديو برضو. تمام. بيوضح لنا ده اذا كان موجود عند الانسان بس او موجود عند الانسان الحيوان كمان. أوكي. فنشوفه مع بعض يا استاذ احمد. اتفضل. طيب بص حضرتك، الاسد ده اسد وفي فريسه. بالظبط. يعني شايف حضرتك، بص هو بيبدا يبحث عن فريسته. هو بحكم ان هو يعني ملك الغابه استاذ احمد. فهو يعني جرى او مشى او طفش كل الحيوانات الموجوده حوالين الفريسه، وهو الوحيد اللي اصبح موجود. يعني بص حضرتك هو بيعمل ايه. يعني بص هو حتى بيبدا يعمل ايه، الفريسه لما بيلاقي ان هم بداوا يتلموا حواليها بيبدا يدافع، بيبدا يهاجم، بيهاجم علشان نفسه. علشان نفسه، علشان هو عاوز الحاجه دي لنفسه فقط لغير. بص حضرتك، بص يعني
انكب على الفريسه ازاي. تمام تمام تمام. ومن هنا يعني عايز اقول لحضرتك يا استاذ احمد يعني اتضح لنا الحقيقه انه ان حب النفس مش عند الانسان بس، دي غريزه، دي غريزه، دي غريزه يعني طبعا. اه يعني بص الحيوان، بص حضرتك وقف ازاي على، قلت لحضرتك قلنا في اول لقائنا ان حب النفس ده تمام عشان ربنا حطه غريزه فينا عشان احافظ على حياتي. تمام. فهو اكيد الاسد هنا دلوقتي بيحافظ على حياته. يعني هو لو ساب الفريسه دي لكل ما يجيب فريسه يسيبها لغيره ما هو هيموت، فلازم يبقى في حب نفس زياده شويه عشان اعيش. تمام تمام. يعني يعني الحقيقه الفيديو كان معبر لا ورائع جميل جدا، وبيشرح لنا انه ده مش موجود عندنا بس كبني ادمين يعني، لا ده موجود عند الحيوانات كمان. وده يؤكد انه دي غريزه سبحان الله يعني يعني اودعها فينا جميعا او في جميع خلقه. تمام. تمام. واعود مع حضرتك مره تاني. اتفضل. وعايز اقول لحضرتك هل الانانيه او الشخص الاناني بيكون له تاثير على نفسه بالخطا او على المجتمع، ولا بيبقى ليه تاثير على نفسه وعلى المجتمع؟ ده اكيد طبعا. اكيد اكيد ليه تاثير على نفسه وليه تاثير على المجتمع. يعني زي ايه على التاثير على المستوى الفردي؟ المستوى الفردي اكيد هيبقى بني ادم مش ناجح، ولو نجح هيبقى نجاح وهمي ومؤقت مش هيكمل. الاناني ده اللي احنا زي ما وصفنا الاناني في الاول ان هو بياخد الحاجات لنفسه بس، وبيحب وما بيحبش الخير للناس، وممكن يوقع غيره في مشاكل عشان هو يستفيد. فده هيخليني بشكل شخصي انجح بس نجاح مؤقت ومش هيستمر، مش هعرف احافظ على نجاحي. ده بالمستوى على المستوى الفردي. على المستوى المجتمع طبعا لو في كذا شخص اناني في فريق عمل، لك ان تتخيل ان فريق عمل ده ممكن ينجح؟ ما اعتقدش ابدا ان فريق العمل ينجح لو في بس هينجح ازاي لو هم كل شخص هيتميز بالانانيه؟ مش اسمه فريق عمل. اعتقد هيبقى هناك حقد متبادل ما بين الافراد. تمام. يعني تمام. هيولد او هيجلب يعني هذه الانانيه تجلب الحقد ما بين الافراد. تمام. انا روح الفريق عندي بتقول ان انا بغلب مصلحه الجماعه على مصلحه الفرد. تمام. فانا لو في اشخاص انانيه وغلبوا مصلحه الفرد فكده خلاص روح الفريق راحت. اي حاجه هيعملوها كفريق مش هينجحوا بيها ولا هيوصلوا اللي هم عايزينه. تمام. دي ده سريعا كده الفرق بين الفرد والمجتمع في الانانيه. كمان عاوز اضيف لحضرتك انه الانانيه بتزرع جوه الشخص الاناني خسه النفس. طبعا. بتؤدي يعني بتؤدي بيه لدايما ان الناس بتنفره. الناس ما بتحبش تتعامل معاه، كل الناس بتبعد عنه. يعني اعتقد ان دي كلها يعني بتبقى من الحاجات المضره لشخصه قبل اي حد. طبعا طبعا بيقع ضرر عليه هو. بس هو هي نصيحه عموما لاي حد. مفيش حد قريب لو مش في دايره القرب منك. لو مش اخوك اهلك صحابك في الشغل حاجات كده ناس بتتعامل معاهم دايما. وفي شخص اناني بره المحيط ده الاحسن ما تتعاملش معاه خالص، ابعد عنه. استاذ احمد يعني انا عايز اقول لحضرتك قدامنا بتاع 3 دقايق على وقت برنامجنا، خلينا سريعا عاوزين يعني نقول العلاج بقى. يعني ازاي الشخص الاناني يبدا يعالج نفسه بالراحه، او ازاي احنا يعني نقي نفسنا من الوقوع في الانانيه؟ تمام. انا اكتشفت فجاه او اللي حواليا قالوا لي ان انا شخص اناني، اعمل ايه؟ او اكتشفت ان في حد في اسرتي اناني وعايز اغيره للقصه دي. تمام. اول حاجه بعملها حساب الدائم عن كل يوم او كل ساعه في حياتي بتعدي. حاسب نفسك على افعالك واحداثك يوميا. هتلاقي نفسك بتراجع نفسك بقى الحاجه الصح والحاجه الغلط، وتبدا تصلح من نفسك. تمام. والتزم بما يجب، دفعه من صدقات، ده مهم جدا، بيخلق روح العطاء. يعني طول ما انا بدي صدقات وبطلع صدقات من مالي زي ما ديني امرني، ده بيعمل روح من التعاون والعطاء. ده مهم جدا لاكتساب الخبرات، العلاقات الاجتماعيه. طبعا. طبعا جدا. والمشاركه في اعمال خيريه دايما. ويكون شعاري دايما في الحياه انا والاخرين. انا اسعد والاخرين سعداء. انا اعيش والاخرين يعيشون. ده مهم جدا. تمام. دايما اقول لنفسي كده واتعامل من الطريق ده، هوصل وهبعد بعيد عن الانانيه. تمام. طيب في جدول كده كنا ممكن يعني يحطه لنفسه الشخص كده الاناني، يعني انا فين، انا مين، انا عاوز اعمل ايه، اللي هو يعني سريعا في دقيقتين اجازه عشان الوقت. اتفضل. في برنامج عمله دانيال جولمان، ده عالم امريكاني. البرنامج ده قريب شويه من القصه دي. اسمه الذكاء العاطفي. تمام. الذكاء العاطفي بيتكلم عن 5 محاور. سريعا هنقولهم مع بعض. الخمس محاور دول لو انا اتبعتهم واشتغلت فيهم كويس على نفسي، هعمل علاقات فعاله بين الناس ويبقى ايجابي وفي مشاركه فعاله. اول حاجه ادراك الذات. بعمل ادراك ذات لنفسي، بقدر اعرف مشاعري حقيقتها جايه منين، ايه اسباب مشاكلي بالظبط، اسباب مشاعري انا فين، انا مين، انا فين، وانا انا مين دلوقتي. بس بصدق تام مع نفسك. ادراك نفسك بصدق. تمام.
بعد كده ببدا اتحكم في المشاعر دي، اعمل عليها كنترول، اتحكم في المشاعر دي عشان اوجهها في الاتجاه اللي يفيدني، اوظفها صح. ثالث حاجه سريعا، تحفيز النفس. لازم دايما احفز نفسي لما اعمل حاجه حلوه. كافئ نفسك. لو عملت نجاح ولو بسيط صغير في حياتك، ادي نفسك مكافاه. هات لنفسك وانت مروح البيت شوكولاتايه، هتتبسط جدا. تمام. رابع حاجه، الشعور بالغير. الشعور بالغير ده لازم دايما احط نفسي مكان الناس اللي انا بتعامل معاها عشان احس بيها واقدر اخدمها واتعامل معاها. اخر حاجه خالص اللي هيتبني على الاربع حاجات اللي فاتوا، خلق علاقات فعاله في المجتمع وبين الناس، وهو ده بعيدا تماما عن الانانيه. كنا سعداء بصحبة سعادتك معانا استاذ احمد ممدوح، مدرب التنميه البشريه. اتمنى ان تنال او ان تكون الحلقه وموضوع حلقتنا اليوم نال اعجاب حضراتكم مشاهدي قناه الصحه والجمال، مشاهدي برنامج نفسي نفسي. كنت معكم، والى اللقاء متجدد من برنامج نفسي نفسي، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.